السلام عليكم جميعا. أنا بس بجهز لكم بعض الصور عشان تشوفوا. يكون يعني توضيح المعلومات اللي حنتكلم فيها، ما حد حيدخل معنا اليوم، احنا بس، ف بس نخلي الناس يدخلوا. ايش اخباركم؟ اللي عنده اسئله الله يخليكم ارسلوا لنا اياها عشان نقدر نجاوبها اول باول. طبعا وعليكم السلام. لا طبعا العياده ما هي مفتوحه، كل العيادات مقفله الحين الا الحالات الطارئه فقط، ومعظم الحالات الطارئه بتروح على المستشفيات. طيب احنا اليوم موضوعنا هو حشوات الوجه التجميلية، فحنتكلم عن هذا الموضوع. اذا عندكم اي اسئلة ثانية احنا بنجاوبها ان شاء الله. هذه تقريبا جاهزة الصور. يعطيكم العافية، الله يخليكم. شكرا روز. إذا عندكم أي استفسارات بتجينا إن شاء الله على الواتساب فهنجاوبها أول بأول. خلينا نتكلم عن الحشوات. ما هي الحشوات التجميلية؟ تعريف الحشوات التجميلية هي حشوات، يعني أشياء بتدخل في الجسم بنحطها إما لتقديم الذقن أو لزاوية الفك أو للخدود رفعها. لتقريب الفكرة، هي كأنه بنحط فيلر، ولكن بدل ما هو فيلر دائم أو فيلر مؤقت هي حشوة قطعة تعويضية. أو ممكن نتخيل مع بعض تكبير العظم في المناطق اللي فيها نقص أو ضعف، سواء الخدود، سواء زاوية الفك، أو سواء الذقن. أبغى أوضح لكل المتابعين أنه اللي بنتكلم عليه اليوم هو الناس اللي بيحتاجوا هذه العمليات. هي ما هي دعاية لعمل هذه العمليات، ولا هي يعني إذا أنتم محتاجين هذه العملية سووها واسمعوا الكلام اللي حنتكلم عليها. طبعا حنتكلم على أشياء تانية وحتجينا أسئلة أخرى، بس حنتكلم عن كل الحشوات اللي في الوجه. في ناس بيطلبوا حشوات الثدي، ما حنتكلم عن حشوات الثدي اليوم، حسوي حلقة ثانية كاملة عن تجميل الثدي. فحنقسم الوقت إلى ثلاث أقسام، حناخد 10 دقائق في كل موضوع، بعدين نتكلم على أشياء ثانية ووريكم بعض الصور، وممكن حتى نوريكم بعض الصور أثناء الكلام. بالنسبة للمواعيد طبعا ترجعوا تدوها بعد الحظر إن شاء الله. طيب، فأولا نتكلم عن الحشوة. أكثر حشوة استخداما وأقلها مضاعفات هي حشوات الذقن. أوكي، حشوات الذقن هي قطع إما من السيليكون أو من المدبور، هذول المادتين الأكثر استخداماً في هذه المنطقة. هذه حشوة السيليكون، هذه حشوة متوسطة، وهذه حشوة صغيرة، وفي طبعاً حشوة أكبر. هذول حشوات السيليكون أوريكم إياها، وبحط لكم إياها كمان على العظم نفسه عشان تفهموا علينا إيش بنسوي. هذه حشوة الميدبور، هي نص حشوة، كمان حوريكم إياها على العظم عشان تعرفوا إيش الفرق بينهم. فالناس اللي عندهم تراجع في الذقن وحتى عندهم ضعف في الشفة السفلى، تلاقي الشفة السفلى دائما طايحة أو بيحاولوا يدفوها، بتسبب أحيانا كرمشة في منطقة الذقن، هذول الناس بيستفيدوا من الحشوة. كثير منها نعتبرها ترميمية مو بس تجميلية. ليش؟ لأنه نعتبر أنه في نقص أو ضعف في العظم في هذه المنطقة. البث بيقطع جدا، بس يا جماعة قولوا لي إذا البث بيقطع من عندكم، قولوا لي
ابغى اثنين او ثلاثه يقولوا لي، اذا لا فبيكون المشكله من عند اللي بيقول ان البث بيقطع. لا واضح ممتاز، شكرا شكرا. طيب فحنيجي على حشوات الذقن. اذا عندكم اسئله عن مواضيع ثانيه اكتبوها، حدونها وححاول ارجع اتكلم عليها في اخر الكلام. احنا بدينا 10 دقائق حق الذقن. طيب معانا هنا عبدو، عبدو هو هيك العظمي. حناخذ الفك فقط الحين، حنفك الفك وحنتكلم عن تجميل الفك، بعدين حنرجع وممكن نركب عليه نشوف الخدود. بالنسبة للفك، إذا كان في عندنا ضعف في الفك، هنا عبده الكف عند الفك عنده ممتاز، فما ما عنده مشكلة. بس إذا يبغى يقدمه زيادة إيش حنسوي؟ إما حنحط حشوة سيليكون على الفك زي ما تشايفين، فأنتم ممكن تعتبروا إنه العظم تقدم، واضح؟ أو ممكن نحط حشوة ماتبول على العظم، وكثير من الناس بس لما يشوفوها بيقولوا هذه كأنها عظم يا دكتور، وهي فعلا كأنها عظم. أوكي؟ فهذه الحشوة شفنا السيليكون وشفنا الماتبول، هذه طبعا نص حشوة للماتبول، وفي حشوة ثانية تتركب عليها من الطرف الثاني. احنا ممكن كمان بالمستقبل القريب نوريكم عمليات يا عملناها أو عمليات كرتونية عشان تفهموا معنا الموضوع كله. طيب لما في ناس كثير من الناس اللي بيطلبوا حشوات الذقن بيخافوا من تطويل الوجه، انه يطول الوجه الى تحت. طيب لما نحط الحشوة اللي شفتوها على الفك بنحطها الى الامام، اوكي، بحيث انه من تحت ما زاد اي شيء، فما حيطول الفك ابدا وانما سيتقدم للامام. اللي بيصير في الفترة الاولى بسبب الانتفاخ والتورم بيكون ممكن يصير في عندك احساس بانه طول الوجه، بس بالعاده ما بيطول، بس بيتقدم لقدام، هو تعويض للمشكله اللي موجوده عند المراجع او المراجعه. وكثير من الناس اللي سووها وان شاء الله يكونوا متابعونا يقولوا لنا ايش رايهم في هذه الحشوه، سواء رجال سواء نساء، عشان الناس التانيين يستفيدوا من الموضوع. يا جماعة اللي بيقطع عنده غالبا من الانترنت عندكم، فكملوا الحلقة معانا، بس إذا ممكن تفصلوا وترجعوا، أو حتكون مسجلة طبعا وحتنزل كمان في الانستغرام تي في اي جي تي في، حوريكم كيف في آخر حلقة كيف توصلوا للحلقات كلها هذه. طيب نرجع على الحشوات. هذه الحشوة حطناها هنا ما فيها مشاكل، قعدت سنتين ثلاثة بدون مشاكل إن شاء الله، فعلى الأغلب ما حيصير مشاكل في المستقبل. عندنا إذا شايفين هنا في العظم عندنا فتحتين صغار، هذه الفتحة وهذه الفتحة اللي هنا، هذول الفتحات فيهم عصب حسي وليس حركي، هذا العصب للإحساس بأسفل الشفة للمنطقة هذه. أوكي؟ ممكن يتضرر معانا إما مؤقتا ويرجع طبيعي، المؤقت ممكن يستغرق حتى 3 أشهر، ممكن لا سمح الله ينقطع هذا العصب، هذه ما عمرها صارت وإن شاء الله ما تصير، أهلين دكتور وائل. إذا صارت انقطع العصب خلاص ما في حل لها، بس إن شاء الله ما تصير والحمد لله ما عمرها صارت معايا. إذا كان متضايق العصب منها من الحشوة، هذا ممكن زي ما قلنا مؤقت أو دائم. إذا مؤقت بيرجع إن شاء الله خلال 3 أشهر. إذا استمر بعد 3 أشهر ممكن يكون إما حصل قطع وما تبهنا عليه، هذه بالغالب حنقول لكم عنها إذا صارت في العملية، والحمد لله ما اضطريتني أقول لأحد، أو العصب متضايق لأنه الحشوة جدا قريبة من العصب زي ما انتم شايفين هنا العصب الفتحة الصغيرة وفي الحشوة، فهي قريبة كثير من العصب وبتضايقه فبتعمل هذه المشاكل. في هذه الأثناء إذا كان بس لأنه من قرب الحشوة إلى العظم ممكن إما نشيل الحشوة أو نقص أطرافها بحيث أنها ما تأثر علينا ولا العصب. مشاكل أخرى طبعا زي أي عملية، الالتهابات، إذا صار في التهاب في الحشوة لازم تنشال. من النادر أن تصير التهابات في هذه الحشوة لأنها أنا بحطها من برا في نبة سفلية هنا من تحت،
ما بتبين، معظم الناس ما حد اشتكى منها الحمد لله، لأنها في منطقة مخفية أولا، ثانيا الجرح بس خط جراحي بسيط، وبيفيد أنه الالتهابات أقل إن شاء الله. هذا أول سبب. السبب الثاني الأضرار العصب أقل، والسبب الثالث ميلان الحشوة أقل. نجي نتكلم على حشوات المدبور، إيش الفرق بينها وبين السيليكون؟ الفرق الأساسي إنه حشوات المدبور تثبت بالعظم، أما حشوات السيليكون فصعب إن نثبتها. فهذا باختصار موضوع الحشوات. إذا مالت يا دكتور إيش ممكن نسوي؟ ممكن نشيلها ونرجع بعد فترة ونحط واحدة ثانية. الفرق بالعملية نفسها بين الحشوتين اللي بنسويه هو لما نحط سيليكون، لأنه ما بيتثبت لازم تكون الفتحة اللي عملناها اللي فيها الحشوة تكون كأنها قفاز، يعني بنفس حجم الحشوة. أما المدبور لأنه بتثبت بمسامير صغيرة، حوريكم المسمار هو زي كده، هذا المسمار معمول من التيتانيوم. أوكي، التيتانيوم ما بيرون في الأجهزة اللي بيحبوا يسافروا، إن شاء الله كلنا نسافر قريبا اللي بيحبوا السفر، او ايش كنا نقول نسيت، نقول انه تثبت. فايش الفائده من التثبيت؟ فالحفره اللي بنعملها للمنطقه اللي بنحطها بنفتحها عشان نحط الحشوه بتكون اكبر، لانه هي خشنه شويه، وهذه ليها فوائد حقولها عنها ليش. ايوه مسمار، لا تستغربي، بس المسمار مفيد لانه بيثبتها على العظم، خلاص صار جزء من الوجه، ما يحتاج، ما في مشاكل في المستقبل ان شاء الله. لما نثبت الحشوة بنعرف أنه ما حتميل الحشوة في المستقبل، هذا أول شيء. شيء ثاني أنه ما في أي حركة للحشوة، فالتهاباتها أقل، المسمار ما يضر إن شاء الله. زي ما قلنا هو تيتانيوم أولا، يعني مناسب لجسم الإنسان، ثانيا نحفره بزيادة بحيث أنه ما يبين من برا أولا، ثانيا ما يبين من برا، ثانيا ما يضايق مع البرد أو الحر في المستقبل. هذه نفس المسامير اللي بنستخدمها في الصفائح لما بعيد شر يصير عندكم كسر في الوجه أو أي مكان في الجسم، بنثبته بصفائح، بنستخدم نفسها هذه المسامير. وحتى بعد هذيك العمليات اللي فيها كسر مو شرط أنه نشيل المسمار إلا إذا عمل مشاكل. السبب الثاني المفيد في حشوات المدبور هو مو مبينة بالكاميرا طبعا، اللي هي خشنة وفيها مسامات صغيرة. إيش المسامات بتفيد؟ المسامات هذه بتفيد إنه الأنسجة بتنمو داخل الحشوة، فبصير الحشوة بدل ما هي جسم غريب بصير جسم شبه غريب. إيش معناه؟ هذا معناه إنه الدم بيدخل إلى داخل الحشوة، خاصة الجزء الخارجي منها، وبيعملها يعني بيوصل أي مضاد حيوي إلى الحشوة بحيث إنه ما يصير فيها مشاكل. والدم طبعا أي مكان في الجسم إذا صار في التهاب الدم لما يوصل لها بينظفها في المنطقة، طيب، لأنه الدم فيه خلايا بيضاء وفيه خلايا كويسة لأنها تشيل البكتيريا. أما الحشوات السيليكون فبصير لها كبسولة الكبسولة هذه بتخلي السيليكون كأنه جسم غريب، ففي المستقبل ممكن لا سمح الله يصير في التهاب زيه زي حشوات الثدي، زي صمامات القلب، بس نسبة الالتهاب جدا جدا قليلة، وبتصير عند الناس اللي عندهم التهابات كبيرة واستفحلت وما انتبهوا عليها وما ضبطوها. خلصنا أول 10 دقائق عن حشوات الذقن، إذا عندكم أسئلة ارسلوا لي إياها. الحين حنتكلم عن حشوات التكسس اللي بتسموها تكسس. نفس الشيء فيها سيليكون في مدبور، انا افضل مدبور لانه خاصه هنا في الزوايا ما نبغى الحشوه تتحرك من مكانها لانه حيصير في فرق بين طرفين. لو هنا تحركت شويه ما هي مصيبه، ليش؟ لانه ما حيبين فرق كثير، اما الاطراف الزوايا ف بتاثر. هذه مثال على حشوات الفك. أوكي، هذه مدبور وزي ما شفتوا المسمار اللي بثبتها. فعندنا الهيكل العظمي مرة ثانية، وهذه الحشوة تثبت على زاوية الفك. أوكي، زي ما تشايفين، فتعطيكم من الأمام زاوية جميلة. أوكي،
سوري هو لانه في عليه مسمار صعب تمسك، فبتعطي من الامام زاويه تكساس ومن الزاويه طبعا بتعطي زاويه. حوريكم نتائج جميله. الاسئله هاخذ بعض الاسئله. طبعا هذه الحشوه بتندخلها من جوا الفم، عشان كده نسبه التهابها اعلى بشويه من حشوه الذقن. نسبه حشوه الذقن 1-2%، هنا بتطلع الى 4-5%. بس الفترة الأولى إذا بعد أسبوعين راحت التئام الجرح الداخلي والحمد لله كلهم التئموا في الماضي. في مرضى صار عندهم مشاكل بس كان عندهم مشاكل أخرى هنتكلم فيها استوى في آخر حلقة. السلام عليكم أخ أحمد، والسلام عليكم على كل الناس بتكلمني. أنا ما بطلع بالأسئلة بقرأ هنا على الطرف. فالسلام عليكم عليكم جميعا. أوكي. أثار وخيوط داخل الوجه كيف نشيلها؟ ماني فاهم هذا السؤال، يمكن الخيوط حق أمس دكتور تكلم عن دهون الذقن بدل حشوات. الدهون ما هي كويسة في هذه المنطقة، أنا ما أفضلها، ما هتكلم عن غيري، أفضلها في التكسس ممكن أو في الخدود أو في باقي الوجه. هنا في عضلة قوية اسمها منتالس تتحرك كثير وهي جدا قوية بتذوب الدهون اللي حولها، فجدا صعب أن تمسك الدهون في هذه المنطقة، عشان كده أفضل إما الفيلر أو الحشوات في هذه المنطقة. طيب بليز دوك، سبب وجود ناسور بأطراف الفم. بالنسبة للناسور الحشوات باقينا حشوة طبعا الثالثة اللي هنا الخد، بس خلينا نتكلم على الفك والذقن. بالنسبة لحشوات اللي بيقولوا فيها ناسور أو تعمل التهابات، إذا عندنا التهابات في الأسنان الأفضل الابتعاد عن هذه الحشوات حتى نحل موضوع التهاب الأسنان. ليش؟ لأنه هذه الحشوات زي ما أنتم شايفين هنا، هذه الأسنان وهذه الحشوة موجودة هنا. طيب إذا في التهاب داخل الحشوة داخل الأسنان يعني ممكن ينتقل إلى الحشوة، نفس الشيء بالنسبة للذقن. فلازم دائما تصرحوا عن أي التهابات في الأسنان، وأقول لكل المرضى إذا في عندكم التهاب الأسنان لو سمحتوا أجلوا العملية إلى ما تحلوا مشكلة الأسنان. فقريبة من الأسنان إذا كان في التهاب في الأسنان في السن وين ينتهي؟ السن مو ما حتوا شايفينه، السن ينتهي هنا والحشوة هنا، فبفرق بينهم سنتي ممكن يسبب ناسور والتهاب يوصل للالتهاب. طيب للحشوة، وصارت التهاب في الحشوة ما هي آخر الدنيا، هنشيل الحشوة هنستنى 6 شهور هنحل مشاكل الأسنان وممكن نرجع الحشوة مرة ثانية، طبعا حشوة جديدة. سويت فيز لمنطقة بطني، ما حنتكلم عن بطن، نتكلم عن حشوات يا جماعة. مين يحدد أي نوع استخدم؟ أنت اللي تحددي. أنت لازم تعرفي الفرق بين كل إجراء، سواء فيلر سواء دهون سواء حشوات، تعرفي الفرق بين كل هذا. ثانيا تعرفي الفرق بين الحشوات السيليكون والمدبور، إيش فائدة هذه وإيش فائدة هذه. بعدين أنت اللي تقرري، مو الدكتور اللي تقرر عنك. في بعض الأطباء ما بيعرفوا يستخدموا المدبور للأسف، فبيقول لك السيليكون افضل، وفي ناس يبغوا يستفيدوا من المدبور او ما يعرفوا غير مدبور فيقول لك السيليكون مو كويس. انت اختاري في النهايه ايش تحتاجي، مو اي احد يقول لك سوي كذا ولا سوي كذا، بس لا تكوني عارفه بكل الفوائد لكل حشوه وايش مضارها، بعدين انت تختاري. انا كاتب كتاب، ما بتكلم عن نفسي، بس كاتب كتاب عن حشوات الوجه مع استاذي دكتور مايكل يرمتشك اللي هو اشهر واحد في حشوات الوجه المدبور، فممكن تطلع عليه. بس هو كتاب طبي صراحة، بس الفكرة من انه لما واحد يكتب كتاب معناته الشيء اللي بستند عليه شيء علمي، ما هو شيء من راسي او والله تفضيل لهذا الموضوع. وحتى مع ذلك بقول للمرضى كلهم والله، واسألوهم حتى، انه في فرق في هذه وفي هذه، انت اختاري. اوكي، لما يكون الواحد شاكك مش عارف اسويها ما اسويها ممكن بعد فترة اشيلها، يعمل سيليكون. اذا فيه مشكلة واضحة في الوجه الأفضل تعملي مدبور، لأنه هذه دائما معاكي وحتفهمي حتستفيدي منها أكثر. اللي وجههم طويل إيش الحل معهم؟ اللي وجههم طويل فيها حل. إذا عندك الوجه طويل عادة بيكون فيه كمان قصر في العظم من الأمام، فإيش ممكن نسوي؟ ممكن نحك العظم من تحت شوية، نص سنتي إلى 8 ملي أو سنتي كامل من الأسفل، وبعدين نحط الحشوة. سويتها أكثر من مرة ونتيجتها بصراحة جدا جميلة. قصر الوجه، لأنه أنت مفكري إذا شلتي من هنا نص سنتي أو سنتي هتفرق المنطقة هذه كلها.
فهذا بالنسبة لطول الوجه. خيوط جسر الأنف تكلمنا عليها أمس. رأيك بالدهون للذقن قلته، في أحجام صغيرة منها، نعم في ثلاث أحجام سواء متبور أو سيليكون، small, medium, large، صغير متوسط وكبير، نستخدمها بحسب الحاجة. عادة أحب القطع الصغيرة إذا الرجل أو المرأة عندهم فرق بسيط أو قصر بسيط في يعني عندهم ذقن حلوة بس يبغوا يطولوها زيادة، إذا في فرق متوسط هنحط القطع متوسطة، وإذا كان الفرق كبير جدا في تراجع كبير فما في حل غير طبعا اللارج. الدهون فترة وتذوب ما هي دائمة، في ناس بيجاوبوا عننا ما شاء الله. إجراءات كنترول الوجه هنتكلم عنها في حلقة ثانية، يعني ينسجم مع الأنسجة عشان ما يرفض الجسم. طبعا ما في شيء اسمه يرفض الجسم يا جماعة، يرفض الجسم لازم يكون في صار التهاب، لأنه كل الأجسام اللي بنتكلم عليها سيليكون مدبور فيلر هذولي أجسام inert، يعني المادة inert يعني ما تتفاعل مع الجسم، ما ممكن يرفضها الجسم. إيش يصير؟ يصير في التهاب، يوصل التهاب للحشوة سواء من العملية أو بعد العملية أو بعد فترة حتى. إذا وصل التهاب حيصير التهاب ولازم نشيل الحشوة، بس ما رفضها الجسم. ممكن يرفض الجسم، نقول يرفض صمام قلب، بس هو ما رفض، هو صار في التهاب في الحشوة في الصمام ولازم ينشال. وش أحلى للذقن؟ كل النتيجة زي بعض بالنسبة للنتيجة. إيش أكثر أمان؟ السيليكون المدبور، الاثنين أمينين الحمد لله. هل حشوة الذقن أنثوية؟ نعم، وذكورية الاثنين. أوكي، في كان في الماضي أشكال كثيرة من الحشوات هذه، الأفضل حشوة هي الحشوة الأناتوميكال، يعني مناسبة لشكل الإنسان، وهي بالنهاية بتقدم نفس الشكل حق الفك نفسه. إذا كانت إذا كان الفك مربع عند الرجال أكثر مربع، حتكون مربعة، يعني حتقدمه كأنها مربعة، وإذا كان مدور حيبين حيقدم كأنه مدور. العملية ممكن تتعمل تحت تغذية موضعي، نعم للسيليكون، لا للمدبور، وحاجة الفك لا للعمليتين، لأنه دخول جوه الفم فصعب شوية. ممكن تسوي التكسس بدون نفخ الوجه كامل؟ ما فهمت السؤال، ممكن تسوي اللي تبغيه. حشوة مدبور تغذية موضعي؟ لا، صعب جدا لأنه فيها أدوات أكثر، وبالنسبة للوقت نفس الشيء 45 دقيقة العمليتين حقت الفك، وبالنسبة للذقن وبالنسبة للفك ساعة ونص إلى ساعتين. المدبور أفضل تخدير كامل. تكلم عن خيوط الأنف رفع الأنف، ما أسوي خيوط رفع الأنف معنا، ما أعرف إذا موجود لسه ولا طلع، الدكتور والد غساني هو اللي يعرف بالخيوط. ممكن زرع غمازة بالخد؟ ممكن زرع غمازة بالخد، أنا ما أفضلها كثير لأنها ما هي دائمة. ممكن أشيل الجبس بنفسي بعد عملية الأنف؟ الأفضل لا، الأفضل الطبيب يشيلها لأكثر من سبب. أوكي، كم تكلف؟ الأسعار دائما تعتمد على الفحص. بقينا 13 ثانية في الفك وبعدين هننتقل للخدود. جريت معك عمليتين وما حسيت بأي ألم. شكرا شكرا، جربت معك عمليتين، ممكن تقولي لنا إيش العمليات هي عشان يستفيدوا الناس؟ وكويس إنه ما حسينا بألم، هذا شيء يعني بيخوف الناس طبعا. هذه تاني 10 دقائق خلصناها، بدينا بالثالثة. سويت عملية تصغير الثدي ولي 10 شهور وفي تحجر في الثدي، هل هذا خطير؟ أنا ما أعرف سويتيه عندي ولا لا. التحجر ما هو خطير، عادة خلال سنة ما نتدخل قبلها، بس بعدها إن شاء الله إن شاء الله بيصير فيها تحسن. كتابي علمي موجود في الإنستغرام، حوريكم في الإنستغرام كيف تشوفوا الأشياء، بس هو كتاب علمي طبعا بالإنجليزي، هتستفيدوا من الصور يمكن، بس هو أكثر للأطباء. إذا الطبيب اللي بيسأل أو طبيبة هحط لكم إياه في آخر الحلقة عشان تشوفوا وين. نزول دهون تحت المنطقة بالعين، منطقة بالعين، وعندي جفاف بالعين، ما أقدر أسوي عملية جفون السفلية لأنها تسوي جفاف، ما حسنا عن جفون الحين. هل مدبور بتخذير موضعي؟ قلنا الدكتور عادي أسوي تصغير جبهة وأسوي خشمي وصغر شفافي؟ نعم، تصغير الجبهة بيستغرق ساعة تقريبا، الخشم ساعة ونص إلى ساعتين بالكثير، أصغر شفافي 20 دقيقة. ممكن تشيل ترهل خفيف بالذقن؟ نعم، حشوات سواء الذقن أو الفك لما تنحط بتخفف من الترهل اللي في الرقبة وحتى الذقن. ما شاء الله الأسئلة ما تخلي لي فرصة أني أتكلم عن الحشوة الثالثة اللي هي حشوة الخدود، هنتكلم عنها حقرة هنا وبعدين أرجع. دكتور عادي أسوي تصغير؟ قلنا ممكن تشيل ترهل
الأنف لحمي وفي عجاج، هتكلم الأنف بعدين في أي منطقة تأخذ. اللي بيرسل لي الأسئلة لو سمحتوا ارسلوا لي الأسئلة حقت الفك بس، هنتكلم على الأنف والأشياء الثانية والصدر في حلقات أخرى. فخلينا نركز بس، الله يخليكم على حشوات اللي بيرسل لي على الواتساب. أبغى هي سكرتيرتي شيماء ما شاء الله بتقوم بعمل جبار، بتاخذ اسئلتكم كلها وبتحطها في الواتساب عشان اقدر اقراها، لانه هنا ما حقدر اقراها. في تقنيه تغسيل الوجه البيضاوي تكلمنا، تنصح بحشوة الصدر بعدين، هاي بروفايل لا، الانف لحمي وفي عجاج لا. طيب نجي على الحشوة الثالثة، معنا 7 دقائق. الحشوة الثالثة ما عندي منها سامبل، بس الحشوة الثالثة بنحطها على الخد هنا، هذه عظمة الخد أكثر منطقة بارزة، بنركب عليها حشوة في المنطقة. ممكن تتخيلوا معايا إنه الحشوة زي كده، أوكي، هي أكشلي شبيهة جدا بهذه الحشوة، أوكي. إيش الفكرة من هذه الحشوة؟ الفكرة هذه من هذه الحشوة زي الفيلر بنحطه في هذا المنطقة لرفع الخد شوية، أوكي. فالسمول تعتبر كأنك حطيتي إبرة، الميديم كأنك حطيتي إبرتين، واللارج كأنك حطيتي 3 إبر. فإذا أنت حطيتي فيلر وتعبتي من فيلر كل 6 شهور كل سنة بتحطي إبرة وتبغي تستعيدي عنها بحشوة، فهذه حشوة مناسبة. كيف بنعمل العملية؟ العملية بندخل من الجفن السفلي تحت الرموش، زي ما تشايفين هنا، هذا الرمش هنا حيكون الرموش، فحندخل بجرح بسيط جدا، خط صغير ويمتد مع شايفين هنا في حتى في الدميه هذه في زي انعكاس للضوء، فهذا بنخفي الجرح فيها وبندخل منه وبنعمل حشوه، نفس الجرح اللي بنعمله لما نعمل الجفون السفليه. فهذه بالنسبه للحشوه، هذه اقل هي وحشوه الفك، اقلها التهاب حشوه الذقن، اقل التهاب. ليش؟ لانه بندخل من مناطق نظيفه. اما الذقن الفك بقول لكل المرضى الحمد لله ما في عندي التهابات كثيره، بس من العمليه بتصير من جوا الفم، فلما يكون من جوا الفم اللعاب والفم ما يعتبر منطقه نظيفه. بنعطيهم ارشادات للمرضى، الاكل كيف ياكلوا بعد العمليه، والغسول الفم ايش بيسووا بعد العمليه عشان ما يصير فيه التهابات. تكلمت كثير وباقي 5 دقائق على الحشوات. هنا كمان بنحط سيليكون أو ميدبور، أفضل الميدبور زي ما قلنا في هذه المنطقة وهذه المنطقة. ليش؟ لأنه نبغى نثبتها على العظم، ما نبغاها تتحرك مع الوقت. طيب هل حتتحرك مع الوقت؟ هل السيليكون حيتحرك مع الوقت؟ بعد 3 شهور على الأغلب ما حيتحرك، بس إحنا خوفنا في أول 3 شهور، فإذا نقدر نثبتها. حتى الزوايا الفك لما نحطها سيليكون ممكن نثبتها بمسمار بس عشان ما تتحرك في الفترة الأولى. إيش كمان لازم تعرفوا يا جماعة؟ هنا ما في أعصاب تتضرر، وهنا تحت العين ما في أعصاب تتضرر. هل حقن الدهون في الوجه يترهل؟ هذا سؤال بيتردد كثير، والجواب مستعدين، لا تترهل الدهون المحقونة في الوجه. الدهون المحقونة في الوجه بتبقى في المكان اللي حقننا فيه، بس بعد مرور الوقت حينزل كل شيء، الجلد، الدهون الطبيعية اللي موجودة في المنطقة ودهون المحقونة، ولكنها صارت جزء من الوجه، فما بتتحرك. وتفكر إنه في البداية ممكن تنزل لحالها، لا، أو تتغير مكانها، لا. فهذا باختصار بالنسبة للدهون الذاتية للوجه. موضوع الدهون الذاتية موضوع كبير حنتكلم عليه، بس مو اليوم. كم سعر الحشوة؟ قلنا الأسعار تحدد بعد الفحص. هل حقن الدهون في الوجه يترهل؟ قلنا لا. حشوة الذقن من وين الجرح بليز؟ من هنا أسفل الذقن، بين 2 سم إلى 3.5 سم، هذه الفتحة اللي هنا عادة ما بتبان، ونتيجتها ما شاء الله جدا رائعة، والالتهاء هذا الندبة ما بتبان مع الناس بعد فترة. أنا كنت بفكر قبل الانستغرام لايف نحط لكم موسيقى هادية ورايا، بس نسيت والله. بكرة إن شاء الله، مش بكرة، بعد بكرة. بكرة عندنا حلقة للي بيهتموا بإزالة الجلد الزائد بعد عمليات أو نزول وزن كبير، جلد زائد في البطن أو الأذرعة، فحنتكلم عن كل هذا مع
مع الأخ مدحت من حنزل البوست بعد العملية. طيب دكتور أفضل من ناحية الالتهاب والمدة، الالتهاب جدا بسيط، جدا قليل نسبة الالتهاب. إذا صار التهاب لازم تنشيل حشوة. ما في بصراحة ما في حالات كثيرة صار فيها التهاب. الالتهاب بصير الفترة الأولى بعد أسبوع أو أسبوعين، بيكون عادة في سبب إما زي ما قلنا مشكلة في الأسنان أو التهاب في منطقة أخرى وانتقل إليها. مو التهاب يعني شيء مو مبين، لازم يكون في التهاب ويكبر مع الوقت وتضايق منه، لازم تبدي مضاد حيوي قبل ما يوصل للحشوة. أوكي، وحتى هذه بصراحة ما شفناها. هل حشوة مدبور الخدود دائمة؟ كل الحشوات اللي تكلمنا عليها دائمة وما لازم تشيليها إلا إذا صار في مشكلة فيها. هل تسبب ترهل مع مرور الزمن؟ لا بالعكس، المنطقة اللي تنحط فيها بتمسك في المكان. طيب، فهذه بالنسبة لهل حشوة الذقن تطويل الوجه تكلمنا عليها في بداية الحلقة. عيدوا الحلقة وشوفوها بعد ما نخلص هتسمعوا كل كلام عن التطويل أو تقصير الذقن. مدبور ولا سيكون، الأفضل الاختيار عائد لكم. أنا أقول لكم الفرق بينهم وإيش إذا إيجابيات سلبيات كل واحدة وحتعرفوها، وأنتوا بعدين تختاروا إيش تبغوا تحطوا. إيش سلبيات دكتور حشوات الخد؟ ما في سلبيات تذكر كبيرة. الالتهابات زي أيها زي أي عملية، الندبة تحت العين ما بتبين كثير. ما في سلبيات كبيرة صراحة، هذول الشغلتين يعني ما في حتى تضرر بالأعصاب. أهلين أخ رعد، وأهلين فيكم جميعا. أنا قلت للناس ما حقدر أسلم عليكم لأنه أنا بقرأ الأسئلة من هنا بدل ما أقرأها من تحت، بس ضربت على عيني يا رعد. تكلم عن بكر فات ريموفل مو اليوم، إيش سلبيات دكتور حشوات الخد؟ قلنا هل تغني عن شد الوجه إذا كان في ترهل؟ بصراحة لا، ممكن تضاف على عمليات شد الوجه، فممكن نعملها قبل عملية الوجه بحسب المنطقة، أو في مرضى بنعمل لهم شد للوجه وحشوة للذقن في نفس الوقت، عملناها أكثر من مرة، وحقن دهون في مناطق أخرى في الوجه في نفس الأثناء. طيب الظاهر بتقول كيف دكتور الحمد لله، هل تقول عشان قلناها؟ لا. أوكي طيب، إيش رأيكم نوريكم بعض الصور وبعدين بأخذكم جولة في الإنستغرام عشان تشوفوا وين ممكن تلاقوا اشياء ثانيه. طيب كويس ما خسرتكم، ما رحتوا علينا، ضغط سيري بالغلط، هل تقولون عشان الوجه؟ قلنا اوكي. طيب فحناخذكم ببعض الصور. هذه طبعا من الانترنت، ما هي مريضتي. حشوه ذقن لتقديم الذقن، واضحه جدا النتيجه. خليني اشير لكم معي القلم. هنا الحشوه الذقن كيف متراجع، و طبعا عملت انف وذقن عند الدكتور هذا، ما اعرف من الدكتور، بس لو تلاحظوا كيف تراجع الذقن قبل العمليه وبعد العمليه كيف الذقن تحسن. فهذه أول حالة. الحالة الثانية نفس الشيء، عملية الأنف وعملية الذقن. كثير الأسئلة بتغطي على الموضوع. الذقن كيف متراجع هنا وكيف أفضل بكثير بعد عملية الذقن. شوف البالانس للوجه كله، الوجه كله كان متقدم وبعدين ما شاء الله صار مستقيم. وزي ما بقول لكم هذول مو حالاتي، فما في حالات قبل وبعد. هذه لرجل كمان للذقن. ما أعرف إذا الجراح عمل شفط للذقن، بس حتى الحشوات هذه بتخفف كثير من الترهل في الذقن وبتعطي نتيجة جميلة. هذه الحشوة كيف بنحطها، هذه العظمة اللي كنت أوريكم إياها، وهذه المكان الحشوة الأمامية. ما بتطول الوجه إلى الأسفل يا جماعة، أوكي، بس لقدام. هذه حشوة ذقن لرجل كمان مو مريضي، هذه من الانترنت. شوفوا كيف قبل وشوفوا كيف بعد. لما نحط حشوات الذقن الزاوية أو ذقن، إحنا هذه النتيجة اللي نبغى نوصل لها. هذه كمان صورة من الانترنت، ما هي مريضة ولا يمكن حتى مو عاملة حشوات، بس بوريكم الزاوية اللي بنتكلم عليها لما نحط حشوات الزوايا والأمام. هنا بوريكم أحد النتائج، كيف قبل،
في شوية رهل في الذقن والحشوة. لما تشوفوا البروفايل اللي هو الأوبليك فيو، بعض الناس يسموه أوبليك، الأوبليك فيو بيوريكم كيف قبل ما في تحديد بين الخد والرقبة، أما بعد العملية فبيكون في تحديد واضح جدا لمنطقة الفك. فهذه اللي بيسأل هل الحشوات هذه كويسة للحريم، الحريم اللي يبغوا المنطقة هذه تكون بالشكل هذا غير هذا، هذه أفضل إجراء دائم لهم. اللي بيقول يعلق، يا جماعة هل بيعلق؟ بيقول بيقطع وبيعلق، هل هذا صحيح ولا لا؟ قولوا لنا يا جماعة، ولا هذا من عندهم؟ هذه أنا أعملها، اللي بيقول تشوفوا مرضاي هذه أنا أعملها. وهذه الزاوية الطرف الثاني جدا واضحة النتيجة، هذا قبل ما في تحديد بين منطقة الخد ومنطقة الرقبة بعد. بالنسبة للصور، طبعا هذه المريضة مستأذن منها أني أوري الصور، ما عندي أي مشكلة إن شاء الله، وموقعة على هذه العملية وأصلا مو واضح مين هي المريضة. هذه عملية فك ذقن أمامية، هذه قبل وهذه بعد، زي ما أنتم شايفين نتيجة واضحة الحمد لله ممتازة. هذه مريضة ثانية كمان مراجعة عندي، عملنا لها حشوة للذقن، الفرق يعني جدا جدا واضح. إذا عندكم هذه المشكلة وتبغوا تحلوها، حتى شايفين التجاعيد اللي كانت موجودة قبل، التجاعيد في العضلة ليش؟ لأنه بتحاول دائما تقفل فمها، بعد العملية صارت أحسن بكثير. ولاحظوا كمان الشفة السفلية صغرناها بعد العملية، صارت متناسقة أكثر بكثير. أوكي، I think هذول خلصوا الصور، نرجع لي بوريكم شغلة ثانية، بوريكم الانستغرام وكيف ممكن تستفيدوا من الانستغرام حقنا. طيب معليش هاخدكم بجولة صغيرة جدا، أنا أعرف كتير ناس بيعرفوا الانستغرام بيعرفوا يستخدموه، بس لو حطيت انستغرام لايف إيش حيصير الحين؟ يمكن ينفجر. واو، صار زي المرايات ورا بعض. نرجع، سوري. طيب نجي على الانستغرام. الانستغرام اول شيء، هذا الانستغرام حقنا DRAMRAD، دكتور اي مراد، دكتور امير مراد. هذا نفس الاسم بستخدمه في كل شيء، سواء موقع، سواء تيك توك، سواء سناب، سواء، وحتى الاسم اسهل لكم اللي يحب يستخدم اي جزء من هذا، اي تطبيق او شيء ممكن يستفيد، لانه نفس الاسم مكرر في كل مكان، ويب سايت، ايميل، حتى الايميل هو اما كلينيك @دكتور اي مراد او انفو @دكتور اي مراد. السناب شات، التويتر، كلها نفس، وحدنا الاسماء. هذا اول شيء. ثاني شيء نجي على هذه المنطقة، هذه منطقة جدا مهمة، هذه المنطقة اسمها الهايلايت. الهايلايت ايش بفيدك؟ اشياء كتبتها وابغى احفظ لكم اياها عشان تستفيدوا منها. نجي اول شيء، هذه مثلا ضفناها جديد، عملت قناة في الانستغرام، فتضغطوا عليها وبعدين لما تسحبوا الشاشة لفوق هيطلع لكم قناتي في الانستغرام. انا جديد على التليجرام، انا جديد على التليجرام، فاعذروني اذا ما رديت عليكم، بس اللي يحب التليجرام، في ناس بيحبوا تطبيقات معينه بيمشوا عليها، فاللي بيحب التليجرام هذا كده الطريقه. في العروض، بنحط عروض خاصه في كل فتره وفتره. تجميل الاذن مثلا، بتكلم لكم عن اشياء في تجميل الاذن، وبعدين في مقطع بيحبون الناس كثير اللي هو اراء المرضى. طب الناس اللي سووا عمليات هل هم مبسوطين هم لا؟ هذه آراء المرضى، بتدخلوا فيها وبتشوفوا كل آراء المرضى وكلامهم. الحمد لله أشكرهم كلهم والله على هذا الكلام، بفيدكم بعمليات معينة. يعني ممكن تقول مثلا إذا أنت عندك خايفة من عملية تجميل أنف لأنه بتخاف من الألم، فحتشوفي مراجعة عملت عملية أنف وإيش كيف صار معها، وكلهم صادقين إن شاء الله بيقولوا الحقيقة وإيش صار معهم. شد البطن كمان هنا بعض الاوبشنز، بعض العمليات سويتها، نصائح انا بقولها. بعدين هنا في فيديو، وهذا بتلاقوه كثير مكرر في عندي في الانستغرام، كل العمليات محطوطه بالفيديو، بتاخذكم خطوه بخطوه بكل عمليه، ايش انواعهم، ايش فرقهم. معلش ما في بالانجليزي، بس ان شاء الله قريبا حسجل لكم اياها، حتى لو كذا كل يوم نعمل عمليه مع بعض واشرح لكم عليها. بستخدمك في كل العمليه، ايش بنسوي، كيف بنسكر العضلات من جوا، كيف الجلد الزايد بنشيله،
وبعدين بعض الصور تبع النتائج. وهلما جرى اللي بيحب التيك توك، هنا عندنا تيك توك ما بستخدمه كتير، أنا ما أحبه بس مضطر إني أستخدمه عشان اللي بيحبوا تيك توك. أوكي، ونفس الشيء، وتكرار تكرار تكرار، عمليات أشياء معينة، إذا تبغى الجفون هذه حقة الجفون، تبغى الثدي، وهلما جرى. سناب شات، اليوتيوب، قناة اليوتيوب جدا مهمة، تابعونا عليها يا جماعة، ارفعوا المشاهدات، هذا الشيء بيفيدنا وبيفيدكم إن شاء الله. هذه القناة نفس الشيء، دكتور اي مراد، وبتلاقوا عليها فيديوهات ناس سووا عمليات قبل كده وإيش رأيهم بالعمليات. خلصنا من هنا، نجي على الجزء الثالث اللي هو إما الصور اللي بتشوفوها في صور فيديوهات أو شغلة اسمها انستغرام تي في. انستغرام تي في حطيتكم أمس، قبل أمس مقابلتي مع دكتور رزان، وعندي هنا مقابلتنا على التلفزيون مع بانوراما، تكلمنا على شد الوجه، حطينا الحلقة كلها. يعني هذه زي اليوتيوب بس على الانستغرام. أوكي، وفيها كمان حطينا العمليات، عمليات الجفون العلوية كلها بالتفصيل. ممكن توقفوا الصوت إذا مو عاجبكم الصوت إنه بالإنجليزي، بس بحاول أترجمها إن شاء الله عشانكم قريبا. أوكي، زي ما تشايفين كل العملية خطوة بخطوة. إيش كمان في أشياء تانية تفيدكم يا جماعة؟ هذه كلها تجارب مرضى مشاهير، بعض الأجزاء جوا العملية، هذه أشياء قديمة كلها حطيتها، وبنحط كل فترة فترة بحط أشياء جديدة. شيء ثالث وير المنشن، بعض الزملاء عملوا لنا منشنينج وبعض الجمعيات. بعدين نجي على البوستات، البوستات كمان لو تنزلوا فيها حتلاقوا أشياء مفيدة. على فرض هذه تقصير الجبهة، فيديو بيوريكم بعض النتائج، أحيانا بتطلع فيها نتيجة أو لا، هذه نتيجة قبل العملية بعد العملية. إذا تبغون نتكلم عن الجبهة ممكن نتكلم عليها في عملية أخرى، في عملية أخرى، كل عمليات. أنا عندكم قبل شوية قلنا على الكتاب، حطينا الكتاب من فترة، خليني أشوف وين الكتاب. هذا هو، هذا الكتاب يا جماعة، Atlas of Facial Implants، وهذا اسم موجود، محمد أمير مراد. وهنا Clinical Diagnosis Plastic Surgery، كتاب ثاني مهم لأطباء التجميل أو الأطباء المتدربين أو الطلبة المهتمين في جراحة التجميل، بفيدهم فيها كل الصور حق الأشياء التجميلية وتعريفها، فبفيدكم جدا هذا الموقع. طيب هرجع شوية أجاوب على بعض الأسئلة وبعدين هنقول لكم تصبحوا على خير ونخلص على اليوم. وقولوا لنا إيش تحبوا، ممكن ننزلكم بوست إيش تحبوا نتكلم عليه في الحلقة القادمة. في مواضيع قلتوها، قلتوا على الثدي، قلتوا على الدهون، حقن الدهون في الوجه، كل هذا المواضيع تأخذ وقت كبير الكلام عنها صراحة. شفتوا اليوم تكلمنا عن حشوات، كان جدا مفيد. هل ممكن لمريض السكري يسوي حشوات المدبور؟ أي مريض سكري ممكن يعمل أي عملية إذا كان السكري منتظم وكان ممكن يتحمل نسبة الالتهاب الأعلى من غيره. والالتهاب قلنا المبدئي في البداية، لأنه المناعة عندهم أحيانا تكون أقل، فبصير في التهابات أو حبوب في أماكن تانية ممكن تعمل التهاب للحشوة. فإذا أنتم متحملين هذا الشيء هذا جاركم، بس ما في شيء يمنع مرضى السكر انه يعملوا عمليات هذه. هل حشوة الذقن لها عمر محدد وتنتهي؟ لا طبعا، قلنا الحشوات هذه دائمة، وحتى على فكرة حشوات السيليكون حق الثدي دائمة، ولكن الشركة تقول بعد سنة ما نضمنها، ولكن انا شلت حشوة بعد 30 سنة وما كان في اي مشكلة. هل موجود كتاب بي دي اف؟ نعم موجود، تدخلوا اونلاين وتدوروا دكتور مراد، إما Clinical Diagnosis in Plastic Surgery أو Atlas of Facial Implants Second Edition، حتلاقوهم أونلاين ممكن تنزلوهم. هذا هو، أنا أشتغل في عيادة أجمل، إذا عمليات تحتاج مستشفيات نعمل مستشفيات في التخصص الطبي وفي مستشفى الحمادي النزهة. إذا ما حبيتي النتيجة ممكن تشيليها؟ نعم، أي حشوة حطيتيها، ثدي، فك، ذقن، خد، ممكن تشيليها. حشوات المدبور إزالتها أصعب شوية،
أصعب على الجراح مش عليكي، ولا هتعمل ترهل بعد ما تنشال، ولا تعمل مشاكل إن شاء الله، لأنه الأنسجة زي ما قلنا لصقت في الحشوة، فبنبعد الأنسجة وبعدين بنشيلها، أوكي، ولا نشيل المسمار. قصة طريفة هقول لكم عنها. أول ما رجعت من أمريكا، السيليكون لما نفتح عليه زي ما قلنا هو فيه كبسولة، الجسم كون كبسولة حواليه، فلما نشيله بس نفتح ونمسكه ونسحبه ونشال. فهذا الفرق المفيد في المدبور هو اللي خلاه أصعب شيلته. القصة الطريفة، أول ما رجعت من أمريكا أحد سألني أنت بإيش متخصص جدا، قلت له أنا بسوي كل جراحات تجميل، وفي كتير ناس عارفين هذا الشيء. العملية الوحيدة اللي ما بسويها هي حقن دهون المؤخرة، ولكن بالنسبة للعمليات الأخرى كلها الحمد لله بسويها ونتائجها كويسة. فبيقول لي بس لا أنت إيش متخصص أكثر؟ قلت له متخصص في حشوات الوجه. فقال لي أصحك يا ولدي أصحك تسوي حشوات الوجه. قلت له ليش؟ هو جراح تجميل كمان زميلنا. قلت له ليش؟ قال لي والله جتني مريضة وتبغى تشيل الحشوة وكانت جدا صعبة شيلتها. قلت له يا دكتور فلان أو دكتورة ما نعرف إيش كان الصعب؟ هل المسمار يعني إنه ما قدرت تلاقي المفك حق المسمار، ولا إيش سبب الصعوبة؟ قال لي أي مسمار. لما قال لي أي مسمار أنا مخي وقف وبطلت أكمل الحديث معاه، قلت له خلينا نتكلم شيء ثاني، إيش رأيك نتكلم بالجو؟ إذا الدكتور اللي حط الحشوة مش عارف كيف يحطها وما ثبتها بمسمار، والدكتور اللي بيشيل الحشوة مش عارف إنه لازم يكون في مسمار عشان يشيلها، في مشكلة أساسية في اختيار الطبيب لهذه العملية. الحمد لله ما عمري اضطريت إني أشيل حشوة لسبب غير إنه مثلا ممكن المريضة تقول لي أنا دكتور خلاص ما أبغى، ما عجبتني، أو توقعت نتيجة غير، ما عمره كثير قالوا كبيرة صغيرة، بس قال ما عجبني أبغى أشيلها، أبغى أرجع زي ما كنت أول، أوكي؟ مع أنه والله النتيجة كانت ممتازة وشلتها وكانت مدبور وما صار في أي مشاكل. ف ولما كنت مع أستاذي في أمريكا كمان شلنا حشوات ما كان في مشاكل إن شاء الله. فما تخلوا هذا الموضوع يخوفكم، أنتوا المفروض تعرفوا كل تفاصيل الحشوات هذه وتقرروا بنفسكم. باقي لنا 5 دقائق، خلينا نشوف أسئلة شوية. إذا ما حبيتي النتيجة ممكن تشيليها. طيب أي سؤال أو استفسار ثاني؟ بتشوف عملية زم الشفايف، عندكم صور. اليوم ما بنتكلم عن الشفايف، حلقة كاملة عن الشفايف. الشفايف يمكن أنا خبير الشفايف الجراحية، لها حلقة كاملة هتكلم عن كل ما يتعلق بالشفايف، سواء زم، سواء تصغير، سواء تقصير، كل هذا هنتكلم عليه، وكمان الفيلر في نفس الحلقة. أبغاكم بس ترسلوا لي إيش الموضوع الثاني تبغوا نتكلم عليه. بكرة زي ما قلت لكم هتكلم على الجلد الزايد بعد عمليات التكميم وال أو النحف بسبب الرياضة أو شيء، بكرة هنتكلم عليه. الشفايف لسه ما قررت، بس على هوا الطلبات إحنا ممكن ننزل لكم بوست نطلب منكم إيش تبغوا الحلقة الثانية تكون، وأنتوا تقولوا لنا إيش نتكلم. اللي بيتكلم عن توسعة العين ما في خطر منها، بس ما كتير بتفيد الناس. أنا بعادة ما أسوي العمليات اللي ما فيها نسبة نجاحها ما هو كبير، زي الخيوط أمس نتكلم أقل من 30% نسبة نجاحها. إحنا مفروض إذا أقل من 40% ما نعمل عملية. بالنسبة للعيون كانت نسبة نجاحها 50%، يعني كل 10 مرضى بنسويهم لتوسيع العين 5 بيقولوا استفدنا و5 بيقولوا ما استفدنا. فقلت الأفضل إنه ما نسويها، حرام عشان المرضى ما يدفعوا عليها ويخسروا بدون فائدة. هل حشوة السيليكون للثدي تسبب كانسر؟ لا، حشوات الثدي ما تسبب سرطان الثدي، في لها أورام ثانية هنتكلم عليها في حلقة أخرى. بس لكن إلى الآن ما في أي دليل علمي أو جمعية أو دراسة أو أي شيء يقول إنه الحشوة تسبب المشكلة اللي ممكن نتكلم عليها في حلقة أخرى إن شاء الله. طيب مريض الغدد يا دكتور هل يسوي تجميل أنف؟ غدد أي غدة اللي فيها مشكلة؟ تجميل الكفوف، أول مرة أسمع شيء اسمه تجميل الكفوف. أنت قصدك بطن اليد ولا ظهر اليد؟ ممكن نعمل حقن في ظهر اليد، أما الكف ف
فما في شيء بنعمل تجميليا في الكف غير مو تجميلي حتى البوتوكس اذا في تعرق كبير في اليد. اتمنى تكونوا استفدتوا، انا لاني لحالي تعبت مع النائب، لو في شخص اخر بتكلم معاه زي ما عملنا في الحلقات الماضيه يكون اسهل، بس واحد لحاله بتكلم لمده ساعه صعبه. الغده الدرقيه طبعا اذا الغده الدرقيه معالجه وامورها تمام ما في مشكله ان شاء الله تصير المشكله هذه. في مريضة بتسأل حاسة بخيوط بعد العملية بأربع سنوات هل تؤثر؟ ما تؤثر عليك إلا إذا طلع الخيط من مكانه فيبغى له شيل. ما أعرف إيش العملية تكلم عليها وما أعرف وين عملت العملية. طيب اللي قالت حلقة عن تجميل الكفوف أفيدينا، إيش تجميل الكفوف؟ في شيء إحنا ما نعرف عنه في التجميل؟ طيب خلاص شيماء شكرا لك وعلى الأسئلة، أنا قاعد أقرأ هنا شوية. اصلا وصلنا لاخر الوقت اللي معانا، اعملوا لنا لايكات يا جماعه، ابغى اشوف لايكات، ابغى اشوف القلوب هذه اللي تطلع على الطرف، احب لما اشوف ناس تطلع كثير. اثار العمليه كم تصل غالبا؟ ما اعرف، الله يوفقك شكرا. في مصر سويت في صدري تصغير. الافضل دائما في اي عمليه اذا عملتوها، شكرا 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 طلعوا القلوب. اي عمليه بتسووها الافضل مراجعه الطبيب نفسه اللي عملها، عشان هو هو يعني اخبر ب كيف سوى العمليه، ايش حط عمليه، ايش نوع الخيط اللي استخدمه، هذه الشغلات. شكرا دكتور رزان على متابعتك، وبصراحه زي ما نرجع نقول استفدنا من حلقتك مره كثير. نبي صور قبل وبعد العملية، ممنوع نوري صور قبل وبعد. هذه الصور اللي وريتكم إياها كلها صور قديمة كانت قبل القرار، ولكن ممكن تشوفوا بعض الصور اللي موافقين عليها المرضى في العيادة. اللي جت العيادة وشرحت لها أنه تبغى شفط دهون رقبة وما عملناها، قررت لي ما أسويها، تباني أشرح لها ممكن تيجي مرة ثانية ما في مشكلة. لما تعمل استشارة ممكن تجي أكثر من مرة، وخاصة بعد الفترة اللي صارت هذه ممكن تجي مرة ثانية بدون مشاكل إن شاء الله. في شيء أخير أبغى أقول لكم عنه، هو شغلة الاستشارة الإلكترونية. اللي حابب يعمل استشارة إلكترونية بس يتواصل مع سكرتيرة شيماء على أرقامي، في عندنا رقمين واتساب 0569336504 وكتب مكتوبين فوق في المفضلة حقت الإنستغرام، ونسيت رقم ثاني. بس المهم تواصلوا معاها وهي هترسلكم الطريقة. الطريقة جدا سهلة، بتسجلوا معاهم وبيفتحوا بياناتنا استشارة إلكترونية. طبعا هي معظمها للوجه لأن ما نقدر نفحص الجسم بالاستشارة الإلكترونية. بالنسبة للجسم بنتكلم زي ما بتكلم معاكم الحين بس بصفة شخصية واحد 1-to-1. ممكن احيانا نطلب منكم مقاسات معينه تاخذوها بعد الاستشاره، وبعدين حتكلمكم سكرتيره العمليات وتقول لكم على اسعار العمليات اللي تكلمنا عليها في الاستشاره هذه، وبعدين اول ما نفتح ان شاء الله بتحجز معنا. اهلين، شكرا لك. ممكن يصير اختار شكل، تكلم على ايش؟ حشوات؟ ما أعرف إذا بتكلم عن حشوات. الأشكال هي ثلاث أشكال، ما في منهم ما في غيرهم، حقة الخدود، الفك، والذقن. الذقن ما بعمل غير شكل واحد، هو الشكل اللي بيقدم الفك اسمه anatomical implant، مرة ممتاز. شكرا شكرا، تستحق ثقة المرضى، معلوماتك رائعة، الله يخليكم. Thank you very much. والله يعني أنا بسوي قصارى جهدي، بحضر مؤتمرات كثيرة وكذا، كله عشان نجيب لكم في النهاية أفضل وأحدث شيء واللي يفيدكم. فكرة أخيرة، الكلام بيجي ما شاء الله، بس فكرة أخيرة بقول لكم إياها، بتجيني مشاكل كثير في العيادة منها، فلازم أشارككم في هذا الموضوع. اللي بيجون العيادة وبنفحصهم، وبعد الفحص والكلام بنقول لهم ما تحتاجوا عملية، مصرين على العملية. بصراحة أنا مستغرب إذا طبيب تجميل بيقول لكم أنتوا جميلين وما تحتاجوا عملية تجميل، ليش الإصرار؟ إذا إحنا ما بنسوي عمليات إلا إذا فيها فائدة للمريض. لو أنا كنت أبغى أنصب عليكم كنت هقول لكم إيه وسوي عملية وحاضر وبسوي لك إياها، بس الموضوع مو كذا. الموضوع لازم يكون فيه تحسين للمنطقة اللي بنشتغل عليها. إذا جاني أحد أنفه ممتاز
ما حقول له سوي عملية. في ناس بيجون أحيانا يقول يا دكتور أنا ما أعرف، أنا بس جاي عشان أشوف أنت إيش رأيك وبعدين على هوا رأيك حقرر. فأفحص أنفها وأقول لها ما شاء الله يعني ماني شايف مشكلة كبيرة أو ممكن أفيدك فيها. فبتزعل تقولي دكتور لا أنا أبغى أسوي وأنا ما هغير رأيي وحستمر على هذا الشيء. بس الأهم من هذا إنه تسمعوا الكلام هذا وما يعني ما المشكلة مو إنه إذا أنا مرضيت ممكن غيري يرضى. المفروض كل الأطباء يعني اللي فاهمين في الموضوع الجراحة يقول لكم لا لما ما تحتاجوا عملية، لأنه أنتوا وهم يمكن تندموا بعد العملية إذا صار في أي مشكلة. لازم دائما نوزن الضرر والفائدة من العملية قبل عملها. وشكرا لكم، حيفصل القريب. لا والله ما عندي عيادة غير في الرياض اللي بيسأل على جدة، بس إذا عندكم عيادة بنجيكم ما عندنا مشكلة إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. I have to say bye. والله صعب إني أقول لكم مع السلامة بس مضطر، مو عشاني، عشان إنستغرام حيفصل وما فيني حيل أفتح مرة تانية، فعشاني كمان إلا وبس. طيب يا أخت ريماس ليش ما تيجي أنت الرياض؟ مو أسهل؟ حرام تحرمي أهل الرياض من مننا. طيب يا جماعة صعب الفراق ولكن لازم ناموا بدري واصحوا بدري وضبطوا حياتكم وتحركوا تحركوا العبوا رياضة قد ما تقدروا. مليون برنامج ومليون أبليكيشن عشان تلعبوا رياضة في البيت. لازم الحركة. ودير بالكم على نفسكم على أهلكم، وإن شاء الله ترجع الحياة قريبا كما كانت وكلنا ننبسط ونرجع العيادة ونشوفكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء، مع السلامة.